يؤكد وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي بأن اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع تأتي انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة. ويوضح أن الاتفاقية شملت إيجاد آلية عمل موحدة عند دخول وخروج هذه الوسائل بين البلدين أو لطرف ثالث، وتسهيل التعاملات المالية بين الناقلين وإجراءات فرض المخالفات والرسوم التي قد تفرض على مواطني البلدين عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة المتعلقة بمجال النقل البري.